اكيد بينا ده مصابات، اللي حصل حصل والعيط على الفايت مصانع عالية يا بنت الناس. يعني هنستنى لما الدنيا تطبق فوق دماغنا يا اخويا؟ العيط على الفايت نقصان عقل، بس لو الفايت ورانا ورانا يبقى لازما نقعد ونفكر ونشوف هنتصرف ازاي وهنعمل ايه في النزنز اللي ملوش اخر ده. العمل عمل ربنا. بص يا بنت الناس، انا زمان لا عملت حساب لمخلوق ولا فكرت في اللي هيجرى لي قدام، وربك اهو ساترها معايا انا وانت وداد الغلبان اللي جوه ده. ايه النهارده اشيل هم؟ هيبقى كفر. هترمي محمولك على الله وقول يا رب ويفرجها من عندك. ونعم بالله، بس دول ناس جبابره يا اخويا، والدم عندهم اسهل من صباح الخير، واحنا ملناش غيرك، هنعمل ايه لو اتعرضوا لك ولا؟ يا صباح جوزك مال جوزك كورك ولا ايه؟ بعدين قلت لك 100 مره بقى اللي معانا رب العباد ما يخافش من العباد، واحنا رحنا له بقلب سليم وبنيه صفر، تفتكر بقى هيسيبنا لكلاب السياج دي عشان تمرمطنا؟ يا صباح ربنا احلى من كده بكتير. خلاص بقى بلاش لقوية البوز دي، ما تخافيش لو حصل حاجه كده ولا كده كلميني عن محمود، انا هتكل. سلام. استنى، مش هتبص على عطيه قبل ما تنزل؟ هو صاحي عطوه اللي هيشتريها اسمها عدنان الفجر يقوم صاحي من النوم. لعلمك بقى الواد ده في شيء لله، وربنا هيكرمنا اخر كرم عشان خاطره. سلام.